أنا كل شيء ما أريد رسلان، ما أريد كل شيء يعني. لا أريد فلوس ولا أريد جاه ولا أريدها، أريد بس زوجتي الشافة إن شاء الله. طب كل الناس الخير شاهدنا راح تدعي لك وتدعي زوجتك، دموعك غالية إن شاء الله الشفاء، الزوجة عزيزة خصوصاً إذا كانت مواقفها مشرفة. أستاذ رضا دموعك عزيزة علينا وغالي الله يشهد، والعلوية زوجتك هم أختنا وإن شاء الله يشافيها بحق محمد وآل محمد. كل من يشاهدنا يندعي لها بالشفاء. دعواتكم لها، بس دعواتكم لها، كل شيء ما أريد إن شاء الله. الله يحفظك. الحمد لله والشكر. دموعك عزيزة. الله يحفظك حبيبي، الله يوفقك. إن شاء الله طابت تقول. إن شاء الله. بخت الحسين هذا العظيم عزيز الله، عزيز الله، شاهدين لله إن شاء الله. وبخت هاي الناس الطيبة تدعي لنا، هاي كل إشكال في الحمد لله إن شاء الله. الحمد لله إن شاء الله. وحتى المرض رحمه من الله. ايه؟ كل شيء من الله رحمه. لا الحمد لله والشكر، الحمد لله. الحمد لله هسه متحسنه. انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. هسه شلون صحتها زينه تحسنت؟ والله يا رسلان بعد هي يعني لازم هسه تاخذ تحاليل يعني برا ما جبت الاوبر، الاوبر دبرناهن قلت لك حاجم جابر الله يستر عليها واوسخ. والنعم من الجميع، تحياتنا لهم ذكرناهم. الحمد لله والشكر. ما يكفي والف تحيه للجميع. الله يحفظك. سيد رضا.